نبدا الاخبار، بس كمان لازم ننوه ان طبعا عارفين نادي الزمالك خد 3 ايام اجازه. كابتن معتمد جمال ادى اللاعبين 3 ايام. كان مهم على فكره في ان قبل ال3 ايام دي لو ربنا كرمك وطلعت لدور النهائي في كاس مصر تعدي كجهاز فني وكمعتمد جمال وكلاعبين توفر 50% ممكن من شكل فتره التوقف اللي موجوده في الوقت الحالي. عشان كده خد 3 ايام ويبدا بقى يشتغل بعد 50% من الثقة، 50% من رجوع لعيبة ممكن لو ما كانوش موجودين في الفترة دي ياخدوا وقت أطول زي سامسون وزي اللعيبة اللي رجعوا زي موتيكو عبد الشافي وسيد نيمار وناصر منسي، وكمان فرصة كويسة إن عودة عمر جابر، وفرصة كويسة عشان من الإصابة سيف الدين الجزيري، محمود علاء، في لاعبين كتيرة جدا برضو يرجعوا لنا بالسلامة. عشان كده كان مباراة بيراميدز ممكن تكون بداية مرحلة مهمة جدا 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 ليها مكاسب كتير جدا غير الفنيات وغير الوصول لنهائي الكاس. طبعا كلنا عارفين ان اول مباراة لنادي الزمالك الفترة الجاية ان شاء الله هيكون يوم 26 نوفمبر الشهر الحالي، هيكون قدام فريق ابو سليم الليبي، وابو سليم الليبي هيوصلوا القاهرة ان شاء الله يوم 19 نوفمبر استعدادا طبعا للماتش اللي هو يوم 26 زي ما قلت لحضراتكم. هيكون طبعا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية. كلنا عارفين إن كأس الكونفدرالية معانا فيه ساجراد الأنجولي وسوار الغيني مع كمان أبو سليم الليبي، لكن هنبدأ المباراة الافتتاحية مع أبو سليم الليبي. الماتش ده هيتلعب في استاد برج العرب، وطبعا كنا عارفين إن استاد القاهرة الفترة الجاية هيكون فيه أعمال صيانة، عشان كده تم نقل المباراة دي لاستاد برج العرب. أتمنى نستغل المباراة دي وتكون ضربة بداية كويسة، وزي ما قلت لكم فرصة الفترة اللي فاتت إن احنا نستغل الصعود والتوفيق الفترة اللي فاتت وعودة بعض اللاعبين مع تغيير جهاز فني ونشتغل بروح جديدة بإذن الله، ونبدأ بقى نشتغل على الأمور الفنية وتبقى ضربة بداية مهمة جدا في مباراة أبو سليم الليبي. كمان كاف يخطر الزمالك بحكام مباراة أبو سليم الليبي بالكونفدرالية. هيكون طاقم التحكيم مكون من محرز الملكي حكما للساحه ومعاه مواطنيه وائل الحناشي وايمن اسماعيل اثنين مساعدين وصادق السلمي حكم رابع. والكاف كمان اختار الاثيوبي سولمون ابيبي مراقب عام للمباراه، وهيكون الحكم المغربي عبد الله العشيري بيراقب الحكام. كمان معانا خبر باذن الله يكون صار وبشره خير، هو اقتراب الونش من العودة للتدريبات الجماعية. طبعا الونش يمكن كان عمل تدوينة كده من خلال الاكاونت بتاعه أو حسابه الشخصي في السوشيال ميديا، بيقول بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية بمختلف الانتماءات، ونشر صورة ليه وهو بيتمرن، و يعني بيتمرن بشكل قرب بشكل كبير من التدريبات الجماعيه. وطبعا الونش على فكره انا شايف ان هو سايب فراغ كبير في خط دفاع نادي الزمالك ومنتخب مصر على فكره، وفي اخبار باذن الله ان ممكن بنسبه كبيره يكون موجود في ماتش ابو سليم الليبي. ممكن يكون قدامنا حوالي 16 يوم على المباراه، ممكن يكون قرب من مباراة الجمعية، بس احنا مش عايزين نستعجل تماما على الونش علشان يعني نضمن لما يرجع ما تعودوش الإصابة تاني ويرجع على الأرض ثابتة، لأنه هيفرق كتير جدا عودة الونش. وكلنا شفنا دوره حتى في المباراة اللي فاتت ونزوله بين الشوطين وبيتكلم مع زمايله، لأن الونش دلوقتي خلاص بقى أحد اللعيبة الكبار في فرقة الزمالك من خبرات دولية ومن خبرات مع النادي، فيقدر يتكلم مع اللعيبة ويوجه زمايله ويكون ليه دور مهم جدا، وأكيد الجماهير بتثق فيه. كمان كابتن معتمد جمال بيطلب تجهيز المصابين قبل مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية، وطلب من الدكتور محمد أسامة تجهيز طبعا تقرير مفصل عن كل المصابين، وكلنا على رأسهم طبعا مصطفى شلبي اللي عنده كدمة في القدم، وسيف الدين الجزيري وعمر جابر ومحمد عبد الغني اللي عندهم إصابات عضلية متنوعة غابوا بسببها عن ماتش بيراميدز في الكاس. وكابتن معتمد جمال اكيد اي حد في مكانه هيبقى يعني، وده اللي اتاكد عليه كابتن معتمد ان هو عايز يطمن على كل اللاعبين وجاهزيتهم للحاجه الفنيه لكل عنصر في الفريق، ده على لسان كابتن معتمد بسبب طبعا ضغط المباريات اللي بيمر بيها الفريق الزمالك في الكونفدراليه، وخصوصا كمان ان هو بيؤمن بدور كل لاعب في الفريق، وكمان علشان التوقيت اللي احنا فيه مفيش رفاهية ان انت تخسر اي لاعب تقدر تعتمد عليه ولو في دور صغير في اللقاء وتبقى حاسس ان هو بعيد. اللعيب لما يكون شغال بميه واحده مع اللاعبين وخد ثقه ما يبقاش عنده احباط، على فكره ممكن لو هو حتى مختلف
في قدراته شويه انت مثلا تختلف تتفق على توظيفه الفني، لكن ممكن يبقى ليه دور ودور مؤثر وفي توقيت غير متوقع. لو دخلت على فرق الناشئين في نادي الزمالك، فريق 2009 بيفوز على الجونه 2-0. خليني اقول لكم سريعا الجوله، كان في الجوله العاشره الماتش ده، وفاز بهدفين، جاب الهدفين احمد صفوت واحمد ابراهيم. ونفس الكلام فريق 2012 بيفوز بخماسيه على فريق 2012 على فريق التوفيقيه، جاب الاهداف ياسين احمد هدفين، عبد الرحمن احمد، يحيى عادل، وسيف احمد كل واحد هدف. و2013 برضه فاز بسداسيه على فريق التوفيقيه، جاب الاهداف احمد بليغ هدفين، مصطفى مرزوق هدف، وادم احمد، وبهاء ابراهيم، وادم فاروق، كل لاعب هدف. والزمالك متصدر دوري 2005. يمكن دي نقطه صغيره جدا هتكلم فيها، ان غريب ان تم اختيار لاعبين لمنتخب 2005، عندهم فتره مهمه جدا اللي هي بطوله كاس شمال افريقيا اللي هتبقى من يوم 11 ل 23 نوفمبر الحالي في تونس، لكن تم ضم ثلاث لاعبين بس من نادي الزمالك، هم حسن ابو المعاطي ومحمد السيد واحمد خالد، رغم ان الفريق متصدر وممكن تكون في فرق ثانيه بتاخد منها عدد لاعبين اكتر وهم مش متصدرين. فدي نقطه بس وعلامه استفهام مهمه جدا كنت حابب احطها، لان ما ينفعش فرقه متصدره وانا ما اديهمش حقهم او ما استعنش بعدد كبير واكبر من الفرقه المتصدره الدوري. ده بالنسبه لفريق 2005.